حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعه الا ننوح فما وفت منا امراه غير خمس نسوه ام سليم وام العلاء وابنه ابي سبره امراه معاذ وامراتين او ابنه ابي سبره وامراه معاذ وامراه اخرى